التفتيح الفوري والدائم لبشرتك بقى ممكن ومن أسهل ما يكون. كريم معجزة للتفتيح الفوري هيفتح بشرتك 3 درجات، هيديها نضارة وحيوية وتبييض سريع. فلو تعبتي من كتر وصفات التبييض وعاوزة وصفة من الآخر، وصفة تفتيح سريع من غير كدب ورغي كتير، هتجربي وصفة النهاردة وهتعتمديها الوصفة الوحيدة عندك للتبييض والتفتيح. لو أول مرة بتشوفيني، أنا وفاء ودي قناتي، شرفيني بالاشتراك وفعلي الجرس هيوصلك كل الوصفات الطبيعية اللي بنزلها على القناة. المكون الرئيسي في وصفة النهاردة هو قشر البيض. هنحتاج قشر 6 بيضات. قشر البيض هيمد البشرة بالكولاجين والنضارة والمرونة اللي هي محتاجاها علشان تتخلص من التجاعيد وتبقى مشدودة وصافية. بينعم البشرة وبيخلصها من البقع والتصبغات وبيوحد لونها. هحتاج قشر البيض مطحون، فهطحنه في مطحنة التوابل. عاوزاه الوصفة يكون ناعم جدا بالشكل ده. وهضيف عليه حوالي ربع كوباية من الحليب او اللبن. الحليب هيحفز انتاج الكولاجين لانه غني في فيتامين د اللي هيشد البشرة وهيرطبها. ضفت اللبن وهقلبه كويس جدا مع قشر البيض. وهنحتاج كمان لمعلقة صغيرة من نشا الذرة. النشا بيدخل في وصفات كتير بتعالج مشاكل البشرة لأنه بينظف المسام من أي تراكمات موجودة فيها، بيخلصها من أي بقع داكنة وتصبغات، وبيفتح البشرة لأنه بيعزز تجديد خلاياها. ضفت النشا وهقلبهم كويس مع بعض. هنقل كل المكونات في كاسرول أو مقلاية صغيرة وهرفعهم على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما القوام يبقى كريمي. الوصفة دي مضمونة لتفتيح أي مناطق غامقة في جسمك، الرقبة، الكوع، الركبتين، منطقة البكيني، تفتيح فوري ودائم مش مؤقت. بعد ما بعدتهم عن النار هضيف دلوقتي زيت الليمون. زيت الليمون بيفتح الجلد وبيجدد خلاياه، بيخلص البشرة من البقع الداكنة، غير انه بيصغر المسام الواسعة وبيأخر ظهور التجاعيد. هضيف معلقة من زيت الليمون وهقلب الكريم كويس جدا بالشكل ده. وبيكون الكريم جاهز للاستخدام. على بشرة نظيفة ومغسولة هتوزعي الكريم. وزعيه على اي منطقة في جسمك غامقة وعاوزة تفتحيها وتبيضيها. هتوزعي الكريم بحركات دائرية وهتسيبيه على بشرتك لمدة 2 ساعة او لحد ما يجف تماما. وهتغسلي بشرتك بمية فترة بس وهترطبيها باي مرطب. كرري الكريم 3 مرات في الاسبوع. من اول استخدام هتشوفي بنفسك الفرق. تبييض وترطيب وتنعيم للبشرة. هتتحول بشرتك لبشرة صافية من غير اي شوائب، لا تصبغات ولا نمش. واهم حاجة انه تفتيح دائم زي ما قلتلكم. احتفظي بالكريم في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام لمدة 10 ايام. اتمنى تجربوا الوصفة واكتبولي تطبيقاتكم ليها في التعليقات. لو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان القناة تكبر بيكم. شكرا على وقتكم واستودعكم الله.